بعد القاب البريد تطاويل 67 و73 قعدت مده، وبعد القاب البريد في جابس حتى ال 81. انا بديت القاب البريد زاد الى جانب المؤتمرات في الخارج، كندا وامريكا واسبانيا. أيه. كلها مؤتمرات. شنو شكون نعملها ننظمها المؤتمرات هذه؟ هي الجمعيه العالميه لقباب البريد. هي من 76 اللي نزلت في جابس. بعثنا وقتها يعني المبدا نتاع التكوين نتاعها القبار نتاع المكاتب البريه الكبرى. انا جاوبت وقلت لهم نشارك معكم. في 76 مشيت لسويسرا في فرنسا والى بهم قالوا لي عندنا مؤتمر في جنيف. مؤتمر تاع السيسي. من تم مليون خليت تتراعى حتى جنيف. مشيت هبطت. هذاك المؤتمر تاع السيسي وكنت الوحيد من شمال افريقيا تقريبا. وبعد شاركت معهم في كندا في امريكا. وبعد تلعب تكونت الجمعيه وسموني منسق عام للقباد البريد اللي مشاركين. عملت شو اسمها القباد الاشتراكات. عملت سموني منسق عام لقباد البريد بتونس. بتونس. وعملوا المؤتمر الثاني تاعهم. المؤتمر التأسيسي لك في جنيف، المؤتمر الثاني في مونريال في كندا. خلصوا لي الإقامة والسفر. مشيت كندا في أكتوبر سبتمبر 81 مشينا مونريال وصلنا على المؤتمر. لقيت كلمتي نتاعي هذيك وفرحوا بي الحقيقة. بعد ما لقيت واحد من كوت ديفوار في المؤتمر هذاك في افريقيا. ما تحدثناش ياسر. بعد كيف مؤتمرات مماثله كيف الجمعيه؟ بعد تالي عاد تتذكر مؤتمر نتاع كذا نتاع دار البيضاء. المغرب بعد اسبانيا وبعد تالي لا اسبانيا لا في المروح. امريكا. هذا مؤتمر جرب الاخراني عام 91 انا في قبلي. عملوا المؤتمر في جربه. وقت انا عضو شرف يعني خاطر تخرج من قباب البريد ما عادش تاخذ صفة قبر. مشيت شاركت في المؤتمر تاع جربه وهو الاخراني عام 91. دخلت الاداره الجويه البريد بصفاقس. اي في وقت مشيت لكندا قبلها نمشي في سبتمبر. في جوان فتحوا ملفات تعيين رؤساء مصالح بالادارات الجهويه للبريد والمواصلات. كانت تسمى المواصلات. وجماعه قبال البريد الكبار جابس وصفاقس وقفصه وكذا كلهم معنيين بالطلب بتاع رئيس مصلح. عملت مطلبي ومشيت. ما طلبت جابس اولا ثم صفاقس ثم مدني. المهم كي رجعت من كندا في اكتوبر 81 نلقى التسميه تاعي في القتل في الساقط رئيس مصلحه البريد الساقط. هكا هو في تقريبا اوائل نوفمبر انتقلت للساقط. كيف زاد مشيت خبير في شؤون البريد في جيبوتي. هذيك عاد 81 82 كل في الساقط. في 85 طبعا نشاط رؤساء المصالح يتبعوا فيه الوزاره وانا عندي علاقات طيبه مع اخوك الجيبوتي. جات بعثه نتاع تكوين سموه شو يا ربي خبير مكون في ميدان البريد. واحد في الاعمال البريديه وواحد في الاعمال الاداريه. خذوا واحد من تونس من الاداره المركزيه هذاك في الشؤون الاداريه وخذوني هنا الشؤون البريدي. سافرنا في ماي 81 اول ماي احنا غادي. علاش بقيتوا غادي؟ بقيتوا مده؟ بقينا ثلاث اشهر. شهرين. الشهر الاول اتصالات برا وبعد تالي اعطونا شهرين شو اسمه شهرين مع الميدان في الأمر. رجوع توا رجوع ديما
كيت كيت سمحة ممتازة. في جيبوتي في جيبوتي يا سيدي ما عندهمش شبكة بريدية كيف؟ ما عندهمش. عندهم زوج مكاتب بريدية في العاصمة جيبوتي وعندهم أربع وكالات بريدية كما يقولوا زعفران وكما يسموا وكالات. فهمني هذاك هذيك الشبكة البريدية تاعهم. هنا الإشراف على المركز المكتب المركزي فيه نقول لك تقريبا يجي 50 عونة. أنا نجي الصباح نتفرج نتفقد هذول نتفقد هذول الشبكة كذا كذا يخدموا حتى ال 11 هم يخدموا وقت واحد سبعة نص النهار يرخوا تلقاهم متكين على شيء على شكاية. نجي القابض يا سيدي القابض عوانا كرهم كذا قال لي السفن انتهى كيفاش قال لي القاتل نتاعهم يا يعني القاتل لك حد القاتل انا في حكايه التكرير القاتل هذا معروف اليمن وفي جيبوتي وفي جيبوتي نبته كما شجره النعناع هكاك يمضغها ياخذوها الربطه معاش بالفرنك تقريبا بالفرنك نتاعهم يمضغها مشكلة من الموظفين حتى في تدخل المجلس تلقى واحد عنده يمضي ولا واحد يسوق في السوق في تاكسي يمضي هذيك تعطيهم دفعة من النشاط بعد تنتهي اجماع ظنها حد من السيد مالي ساعتين يفلتوا يمشي يجري طيارة تعيكات جت من اثيوبيا ولا من حمص ولا من باش يجروا الكمية تاعهم جو تولي بلي رجوع لهيك بين قوسين ما فيهم شيء قريت وريت كان في المعز في ما عندنا رياده ديما عندنا سبق تونس ما شاء الله في الاداره عندنا تاريخ اي عندنا هذا رجعت من التقرير خاطر الاتحاد البلدي الاتحاد العربي للبريد هو المشرف على البعثه على البعثه وهو اللي خلصنا خلص فينا في الليل في 2500 دولار في الشهر زياده عن شهريتنا ممتاز وهو اللي بعث لنا الشيك مغاد هذا بعت التقرير نتاعي المكتب شو اسمه التقرير نتاعي لتونس الى العام واعتبرته النسخه اللي هنا فهمت انت ولي موجود ساعه الجمعة يقول اقرا اقرا رجوع لك بلي تو رجوع لك مدير جهوي في اتصالات في بلي رجوع لك طبعا في صفاقس شديت الاداره الجهويه قلت مدير مصلحه بلي وبعد عميل خويل عام 86 و 87 سميت كاهد مدير للمصالح البريديه والماليه خاطر عندهم زوج رؤساء مصالح انا رميت المصلحتين في بعض قعدت حتى الوحده 90 عام 90 99 كلموني ولي العامه هم عرضوا عليا مرتين وثلاثه تمشي قفصه تمشي كذا قلت لهم ما عندي ما حسيتش ما عندي كاهد مدير هنا في هنا وتنمشي غادي كيف كيف ولذا كان ثم قبلي ولا هكا وقت شغل في قبلي كلموني ولا تمشي احداث اداره جهويه اهدافي اهدافي كان تمشي اهداف اداره جهويه به اداره جديده بقيت عميل حتى 92 عميل مشكون ولي مشكون ولي خدمت الولي ساعتها الولي الوالي لقيت مبروك البحر هو اللي باشات معه بعد تالي نقل مبروك البحر يجي مع محمد العبيدي والعبيدي العبيدي المرهومي برشلونة مسؤولية في مصر في عهد بعد عبيد المرهومي يجي جاء مصر متمسك محمد المرهومي بعد محمد المرهومي اي متمسك جاي متمسك الفترة متمسك هو وقتها سيد نصر مسؤول جهوي في قبلي مسؤولية كبيرة في جهتك طبعا انا هي احداث جديد احداث جديد انا وقت جيت نقل كان واحد يتكلم بالاتصالات مش بالبريد البريد تبع جابس عنده مكتب صغير ومعاه طفله لهيتها بالبيرو تاعها هكا مكتب ما ثماش حتى اطار ما ثماش وقطع حساس الاتصالات قطع حساس بادي جديد جيت انا ولي لا قال لي ما ثماش لا هكا ودخلت الساعه قبل تم مسكن عندنا للمدير وانا عندي داري قلت لهم انا نتنازل على السكن نسكن في داري واعطيني منها السكن وحولت المسكن هذاك
الى مكاتب اداري للاداره الجويه ونظمت وكما يدز بالاساس من تونس وعندي علاقات مع الادارات هذه بسجل اساسه وقال يتفضل الاعوان اطلب اما شنو مش امتداد تعويض هاك ونضرب في كابس نلقى ثلاثه اربعه يلبسوا نضرب واحد من تونس لمت يا سيدي كونت نواه اداره نتاع اداره جويه باش نجمت نخدم وكثير لك العميل تركزت على الاقل من حيث الهيكله وكانت وقعش صعوبات في القطاعات الاتصالات القطاعات وقعت طبعا وقعت في علاش قلت لك في عام 91 وقع انقطاع للكابل نتاع التليفون بين جابس وقبل في شتى البهاير مش انقطع وقع عليه تشويش انقطع الاتصالات تماما على قبل على قبل اصبحت معزوله ابدا من تمشي تليفون تعدى مده طويله قعدت تقريبا شهر تقريبا في منصب متمسك مسكين على ما يتعرف يقول لي ناصر راني نمشي لتوصى باش نعمل تليفون ولا باش نعدي البرقيات تاع كذا وهبطت العام والطمع من مهندسين يحلوا مشيت الحامه يلقوه جاي يجوا لي قبل يلقوه هرب من غادي هبطت المدير العام رئيس المدير العام تاع الاتصالات لهنا شيء المشكله وين يا سيدي جلال مشكله في استاج عملت محول على الروتين نتاع القطار بعد اجيب لك تقبل محول يمكن قوي جوا ولا ما يركزوش في جلال اثر على الكابل لوطا ما شاء الله نجوم نتلموا في الولايه يا سيد محمد كراسيع وقت اللي يستاك وشي مصر يشوفون الموضوع يقول محمد لا لا خاطيني لا لا الكابل عندكم انتم الكابل عندكم انتم الكابل عندكم يا ودي راهو الكابل ما في شيء راهو المهم باختصار بعد شهر جو مهندسين تاع ستاكات وجو راكب طاش من الالات فاقوا بها قالوا له يا سي محمد اش عملت في البوان الفلاني بالكلمات عندهم قالوا مع ركبت المحول لا لا برا شفتها هو سكت المحول والكابل توكل عدنا شهر كامل انا سيارتي نجي لبن البحير البحر والخدامه تاتي وهي امور بسيطه سي ناصر معاه النجاحات هذه المهنيه وترقيات وراه سلم ما شاء الله معناها مسيره زاخره عشت بعض المحن الشخصية ربما والعائلية والله محن إدارية ما عنديش حق ما عائلية شوية بعد ظلم وقت نقلت من جابة تونس عوضوني بواحد المفروض معنى خاطر أنا كفر واني شاد المكتب وقتها تقرت من جد القطر بالمعارف نقلوني من تونس باش يجيبوا زميل مثلا وكان صار ما صار بعتني بعد وقت اعتذروني رجعت لهم والعائلية بالعائلية في بداية الحقيقة من خلينا من وفاة الأب الوالد والأم وكذا أما أنا وقت في قبلي وقتها خليت التقاعد وحولت لي المسكن تاعي لداري وكان ولدي عبد المجيد خالد أستاذ عينو مدير في المطوية مصاب بعز كلو يخدم ويمشي ويجي جانا في عيد الفطر بمناسبة العيد عيدنا بقى هو الغالب يكون ما عطاش خاطر ممنوع عليه باش يتناول المشروبات الغازية والحلويات تأثر على السكر وعلى الدم يمكن تقررش معانا نهار ثاني عيد حضر هو ومرته البش وكهرباء وكذا جي للدار باش يجي الأربعة باش يخرج وإذا بي نقطع لي كريز لازم نهز للسبيطار وقعت تخف القلب نتاع تقع لي السكر ولا توفي حاجه فارغه فارغه توفى بلدين بعد توفى زمي هذا هاك هو دبش يكون رجعنا من بقعته وتاثرت كثير كبيره زاد بعد الزوجه وبعد تالي عام 2009 تصاب بنفس المرض ولدت
وقالت عليك قالت 6 سنوات ونقر هذا رب بحيث قالت لك ومن قبل انا عندي متاثر ياسر بفراق الاحبه ولا الاصدقاء ولا الاهل كل مره وين شو اسمه يموت حد القريحه لازم تجيب دواء افكار شعر نقول شعر كذا ولكن لواء شعري شعر الا في المرثيات عندك رثيت الاحباب ها؟ شعر الا في المرثي الا مرثيات لا في المرثي والا ساعات هذه المناسبات الاخرين تو كان يقول بعض القصائد مضامين عندنا اعطينا سمعنا مرثيات انا رثيت الابن الابن يا سيدي شعر شعبي وفصيح هذه خزيدة عن منتهى لوعة اي مطلع نتاعها يا كبدي كبدتي ملتاعة فارقتنا في ساعة وفي ساعة خلي صاحب الأوداع ودع يا كبدي يا مظنوني من يقدر يكثكث دموع عيوني كيف اللي كتبوا كيف اللي هتبوا كيف اللي جوني لا حد جفف عيني الدماعة يا كبدي يا ندي يا ريت خليت من ينادي جدي يعيش في رحابي وفي رعاية ودي ويبقى خلف من خير تزرع يا كبدي كبدتي مكلومة أيامك قصيرة مقدرة ومعلومة وحكم الإله ما فيه حتى لومة هو اللي سكت للفؤاد وجع الله يرحمه شوفنا مقطع على الزوجة ها؟ مقطع على الزوجة للزوجة الله يرحمها هذه قصيدة عنوانها أم البنين المطلع يقول عشرة ستة مع الخمسين خمسة ستة وخمسين سنة في الدوار ما شاء الله عشرة ستة مع الخمسين طويناها سنين مع سنين وفقدتك يا أم البنين عشرة تعدت كد وجهاد جبنا فيها 7 أولاد درنا تونس بلاد بلاد من مجرين التطويل هدول كل شيء شو ايوه يا بنت احمد بموتك ركن الدار تهد ما لي حد غيرك نلقى فيه نشد وعمري 77 عمري 77 حتى فعزت الكلاوي بقيتي 6 سنين تداوي تصفي في الدم والتعاني في المصحة كل يومين في الاخر قداش نردد ونقول نبقى نهتري طول الحول شدة وتزول يجعلني ربي من الصابرين يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله الله يرحمه ويزول التقاعد قلت يا ثنتين لا بالله يا سي جلال التقاعد هيدا عندي خلنا من فصحى كانت تسمح لي طبعا فصحى في خصوص الزوجة ولا الابن ها فصحى ها للزوجة للزوجة هذه ذكرى الخامسة نبدي ذكرى من الأولى حتى العاشرة أما ذكرى الخامسة الموت قدر 5 سنين مضت كلمح البصري هي نقص من عمري فراقك على القلب أحر من الجمر 5 سنين مضت تمر الأيام تتوالى تتلوها الليالي وأنا حارئ شارد الفكر طول الليالي يزيد من ألمي وعذابي يمتد حتى مطلع الفجر 5 سنين مضت يقولون لي ما لدهاك أأنت الوحيد من حلت به مصائب الدهر كن مؤمنا كن صامدا تجلد بقوة الصبر قلت نعم تلك أمنيتي لكن مصيبتي جاءت في كبري أي أخيها 5 سنين مرت والذكريات الأليمة تحاصرني ودموعي تجري على الخد كماء يسيل في النهر أنا ما نسيت رفيقة دربي فموتها كان قدرا وهل يعترض على القدر الله يرحمه سنصبت لي تقاعد 92
ها التقاعد 92 ايوه به سيدي الناصر من القائل اللي كتبوا مذكراتك اي لكن حرصت انك تسميها ذكريات ذكريات من حياتي اي هذه فيها ملخص حياتك كامله اي علاش سميتها ذكريات مش مذكرات؟ لاني بعت المذكرات في العادي مذكرات نتاع ساسه و علماء وكذا اما هذه ذكريات تحكي حياتنا مش هاي نتعرض لحاجات نتعرض في بعض الحاجات لا ولكن في العموم هي ذكريات عائليه اكثر منها شو هو الغاية منها علاش؟ ليش كتبتها؟ متعرف في قبل ما اني تو الوالد ولا الجد ما عنديش عليهم حتى اثر قديم ما نعرفهم كان اللي رحت نسمعهم ولا ما نسمعهم بالسمع اما باش دونوا شيء يبقى ذكرى ولا نعرف باباي وانا خدم ولا كذا ولا وقت خلص ولا كذا ولا جدي الا ما نثر قليل ولذا قلت خلي نكتب وتبقى لاولادي واش ليش النشر اخيرا صحيح يوم ما حفيدي الى امك يقول ها وجد فلان اخر جد البعيد اقرش كان ونخدم ونمشي به ممتاز أثر. ممتاز بعد التقاعد توجهت للعمل الاجتماعي العمل الجمعياتي لا ما تقاعدت اول عمل الساعه مشيت عملت جمعيه المتقاعدين ايوه انا يوم مجموعه كوناها هنا كجمعيه بقبلي انا وشي عبد الله مقياس مسكين بالطاهر وشي الخموسي وشي فرح بن حمادي البكري حزيته من كل معتمديه خليت واحد صار على غالب من فواد بقاسم المحمودي من سوق العد عملناها استنى قدمناها رفضت ولينا اضطرينا باش ندخلوا تحت الجمعيه التونسيه للمتقاعدين فرع الجهوي الفرع الجهوي بقبل وتكون من هالجماعه هذول اللي سمتهم لك وانطلقنا في العمل عملتوا جمعيه اخرى انطلقنا العمل بدينا نعملوا الشركات ونشوف كنوريك كراسه تاع الشركات بدينا 200 واحد وبعدين كل مره تنقص حتى دخل نشطنا في النشاط تاع رحلات تو قاعد تنشط ها؟ تنشط شعبيه تنشط اي لا تو معيش انا سلمتها لواحد من البيدات ما عرفش شو اسمه باهي عندكش نشاط اخر جمعيه اخرى اجتماعيه اخرى انسانيه شو باهي عملت نشاط مع جمعية تاع الدفاع المستهلك. ايه. عام 92 93 94 انا ولادي خويا ومعنا مجموعة. بعد تالي دخلت في اتحاد الصناعة والتجارة رئيس غرفة تاع الهيئة في العموم. قعدت فيها يجي عامين ولا ثلاثة. نجوس ناصر. نفكر كل مرة تجي مناسبة نفكر فيها حاجة. فماش شو المستوى العائلي تو ثماش امنيه عندكش امنيه تحبها تتحقق ما تحققتش امنيه في حياتك سواء على المستوى العائلي او المستوى الوطني مستوى تونس عندكش امنيه هيك كنت تحب تتحققها ما تحققتش خاصه على المستوى العائلي العائله لاباس العائله لاباس الحمد لله شكون تو عندنا وفاه مديرها تو وكاله السلام صارت في بلي شكون سفيان كمهندس في الولايه ايوه وعندي فؤاد مدير جهوي للشباب الرياضه في نابل ايوه والبنات عاد سنة هذيك خلصت التقاعد كوثر معلمة خلصت التقاعد ما شاء الله ثلاثة بنات وثلاثة بنات ما شاء الله توفت الطفل هذا لا بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله من العائلية الحمد لله اللهم لك الحمد به سي ناصر نشكرك برشا يعطيك الصحة الحمد لله يعطيك الصحة على قبول الدعوة خلينا شيء كان ثم حاجة سينات ونتذكرها كان لي وقت نعطيك بعض الصور ان شاء الله ان شاء الله تعالى ناخذ صور يعطيك الصحه في بالي فيت حبيت نشكروك برشا اي يعطيك الصحه وبعد التوالي ما 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 مانيش
مسقاعد مس مس ما بنت ما مسقاعد إن شاء الله بدت نشط بدت حركة نشكرك برشا لأن جيتنا من قبلي صح لاباس الحمد لله جيتنا من قبلي نشكرك برشا نشكر الأخوان التقنيين بارك الله فيك يعطيك الصحة بارك الله فيك نشكر الأخوان التقنيين نشكر احنا تو في فضاء خاص فضاء دار الضيافة لصاحبه صالح خلف الله نشكر برشا على توفير هذا الفضاء وعلى مساعدته وعلى تشجيعنا نشكركم أنتم أعزائي المشاهدين وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من برنامج لقاءات.